صباح الخير لكل المشاهدين، مكمل معكم انا اليوم لنحكي شويه رياضه. بلاحظ انا بكثير الايميلات يلي بتنبعث لي بركي 80% او اكثر بينحكى عن اوجاع الظهر وعن كيف فينا نتخلص من اوجاع الظهر. واليوم دائما بكون 80% من ال 80% يلي الايميلات اللي بنبعثوا ما بكون في اصابه، بكون في بس مجرد انه عالم ما بتمارس الرياضه وما بتشتغل على عضلات المعده او على حيالله عضله بالجسم كرمال تعمل هالمنظومه الدفاعيه، هالعضلات اللي بتكافلوا مع بعض كرمال يؤدوا الحركات اللي نحن بنعملهم كل يوم. مشان هيك بكل بساطه انا بدي اقول لكم اذا ما بتعملوا رياضه رح تكونوا معرضين دائما لاوجاع بالرقبه، لاوجاع بالظهر، سباين تبعيتكم سلسله الظهر ما رح تكون محميه، ما رح تكون عم تشتغل بطريقه اذا بدكم محميه لانه العضلات يلي بيغلفوها بكونوا ضعاف. انا دائما بعطي مثل انه اذا بناخذ كانز من صودا او حيال شيء بنحطهم فوق بعض بس بلا ما نهديهم بشيء وبندق فيهم وبيقلبوا كلهم، ما بينما اذا بنحط هدول الكانز وبنلفهم ببانديج مثلا ببانداج بطريقه منيحه بصيروا يونت وحده وبصيروا قوية. نفس هالمنظومه اللي حكيت عنها بالاول هي هيك بدنا نفكر فيها. سلسله الظهر كل ما العضلات اللي حواليها تكون مغلفينها بطريقه قويه رح تكون دائما محميه ومش رح يكون في عندها مشاكل. اخترت لكم اليوم مجموعه من الحركات رح نشتغل عليها سوا انا وياكم، لور بودي اكسرسايزز، باك اكسرسايزز، مع شويه كمان تشست رح ننوع اليوم بالحركات. من هون رح بلش، اكيد عملت ورم اب، عملت ستريتشنج، صرتوا تعرفوا هذا الموضوع. نعمل ستيشنري لانجز لقدام ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تو مور تسعة وعشرة بيرفكت. بنتقل على الايكولايزر، يلي ما عنده ايكولايزر او يلي ما عنده اكسسوري من الا بارالل بار شبيهه باللي عم بستعملها انا، بيعمل بوش اب على الارض، ولكن انا رح اعمل بوش اب من هون 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بوقف على مهلي، ايكولايزر على جنب، نوع بالحركات الرياضية لليوم. برجع لأعمل حركة للظهر وخاصة تحديدا لللور باك على مهلي، بثبت الأوزان وبلتقط عن الارض الوزن بطريقه كمان مدروسه، ما بكونوا اجري جالسين، بنزل لهون بكمش بقبضه واضحه وقويه، بطلع لفوق ومن هون بتعجر كابي وبقد الحركه من الخصر اكثر، يعني بمعنى ظهري ما بيعمل هيك لقدام، من هون داون لتحت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مور ثمانية تسعة وعشرة. على مهل باربل على جنب، بنتبه دائما انا عم بقدي الحركات 10 ل 15 دقيقة بالنهار. شو هن وقت كثير ضئيل نسبة لحيالله شيء بنعمله بنهاراتنا. تذكروا نحن حيالله فرد منا بيقعد مش اقل من ساعة او ساعة ونص او ساعتين بالعجقة يوميا، فاليوم قديش هيدي القعدة غير ما انه عم نقعد على مكاتبنا، غير ما عم نعمل اشياء متعبه بتضر الجسم، قديش هالعشر دقائق او ربع ساعه رح تكون مفيده جدا كرمال نعمل مينتننس للجسم تبعنا. رح اعمل ستيب اب هلا من هون، بتعرفوا على الحركه كثير منيح،
مش ضروري يكون عندكم بنش، ممكن يكون عندكم ستيب عالية، درجة قدام البيت، درجتين قدام البيت، مهم نجرب نطوع كل الاشياء اللي حوالينا اذا ما عندكم اكسسوريز لتقدروا تشتغلوا عليهم. من هون ستيب اب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، معدة دائما مشدودة، سبعة ثمانية تسعة عشرة، full foot on the step، الإجر كلها لازم تكون على الستيب. من هون up 1 2 3 4 5 6 7 8 2 more 9 and 10 perfect. برجع لحركة للتشست، استعمل الدمبل supine position، بستلقي على ظهري وهيدي start position تبعت الحركة، كل ايد لحالها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ببرم هلا الدمبلز من هون، بنزل لتحت انا كمان عشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة لهون. لكن إذا بدي أرجع عيد، شو لازم أعمل لما يكون عندي أوجاع بعضلات الظهر؟ هل يا ترى بدي درب عضلات المعدة؟ بدي أقوي عضلات الظهر؟ بدي شو بدي أعمل؟ هو سؤال كثير هين يتجاوب عليه. بدي أتمرن، بدي مرن كل عضلات جسمي مش بس عضلات سبيسيفيك، لأنه أصغر عضلة بالجسم يلي هي بركي عندها تاسك ما بنعتبره كتير مهم، بس له تاسك، يعني اليوم إذا هالعضلة كانت ما عم تشتغل هذا التاسك بالجسم مش عم بينعمل. حنتقل كمان لحركة للظهر من هون، بنتبه كيف باخد باربل، برجع كتافي لورا، بنزل لتحت عشر مرات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة على مهل لهون. كمان برجع برد من هون، رح اقعد على الطرف كمان لاشتغل للاجرين، انر ثايز، بكمش الفتنس بول منيح من هون، ظهري جالس وبعمل بريس لقدام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هيك فكرتي مشاهدينا بتكون خلصت لليوم، أنا عم أدي هالحركة عشر مرات، أنا رح أرجع أشوفكم نهار الأربعاء بنفس الأوقات. تكنولوجي and get fit until Wednesday. Get fit, stay fit.